المدخلات واحدة، وما يحصل من تقارير أو معلومات عن بيع الوزارات هي ليست بجديدة على هذا النظام السياسي وعلى طبيعة تشكيل الحكومات من هذا النوع، الحكومات الائتلافية والتوافقية وحكومات المحاصصة، والتي هي بالأساس كانت سببا لانتفاضة الشعب العراقي في عام 2019 تحديدا قبل 3 سنوات من الآن، والتحولات التي شهدها العراق والأزمة السياسية و أيضا المشروع الذي تزعمه السيد مقتدى الصدر. وبالتالي أتصور بأنه هذه المعلومات هي تؤكد على أن النظام السياسي عاجز عن إصلاح نفسه. فيما يتعلق أيضا بمسار تشكيل الحكومة، أتصور بأنه طالما كانت المدخلات واحدة والمسار هو مسار محاصصاتي، بالتالي أتصور بأنه السيد المكلف بتشكيل حكومة يعني من غير الممكن أن نقول بأنه يدخل في مفاوضات متكافئة مع القوى السياسية فيما يتعلق باختيار المرشحين. صحيح البيانات التي تصدر عن بعض القوى وتحديدا قوى الإطار التنسيقي بأنها تمنح فرص وحرية للسيد السوداني باختيار كابينته الوزارية، لكن أتصور بأنه لا يحظى بهذه المرونة أو المساحة الواسعة بالتحرك واختيار من يشاء. القوى السياسية تفرض المرشحين وتقدم هؤلاء المرشحون، وبالتالي يعني رئيس الوزراء المكلف هو يختار من بين عدد محدود من الأسماء تم اختيارهم بناء على ترشيح الكتل السياسية، وهذا لا يعني بأنه لديه الحرية المطلقة في اختيار كابينته. وبالتالي أتصور بأنه لا يخوض مفاوضات حقيقية بقدر ما يحاول أن يعني يجمع الأطراف للخروج بأسماء محددة تقدم إلى البرلمان لمنح الثقة.